بليده ودربت في الأكاديمية العسكرية لشرشان، ولما كنا ندربوا العدو كانت فرنسا، ما كناش نحطوا المغرب عدو، العدو كانت فرنسا، وكل اللي تدربوا سواء ضباط احتياط أو ضباط عاملين يعرفوا هذاش. اليوم تغيرت الآية، وقت تقول لي باش يحاول يجلب فرنسا باش تقف إلى جانب الجزائر في نزاع مفتعل، سمعت نزاع مفتعل مع فرنسا؟ ماكرون ماهوش غبي، والفرنسيين ماهمش أغبياء، الفرنسيين ما يقدروش يتخلاو عن دولة ويقفوا مع عصابة. المغرب دولة بمؤسساته، الجزائر دولتها انهارت تحت ضربات هذه العصابة، العصابة اليوم معزولة. أعطيك مثال، لما مثلا ماكرون قال هذا نظام شيخ وهذا نظام عسكري سياسي، لا زعفوا وراحوا جابوا استدعاوا سفيرهم، مثلا من المفروض تستدعي السفير الفرنسي في الجزائر باش يبلغ رساله للسلطات الفرنسيه، هما استدعوا سفيرهم يعني تعبير عن غضبهم. وهذه الخطره لما بزاف يديرون يقول لهم راكم في حاله انهيار وانا خايف لا تجروا معاكم فرنسا، يقول لهم ماكرون ما سلمش انا الجزائريين الاحرار اللي راهم هنا، يقول لهم ماكرون ما نقدمش الاعتذار، فرنسا لا تعتذر للجزائر. كاش ما تحركوا، كاش ما جابوا استدعوا سفيرهم، كاش ما عبروا عن غضب، سكتوا بلعوها وسكتوا، لانهم على بالهم لو يقولوا هكا ولا هكا يضربوهم الفرنسيين. وشوف نعطيك مثال اخر، مثلا لما جات اسبانيا عبرت عن قبولها الى للمقترح المغربي فيما يخص الحكم الذاتي في الصحراء الغربيه، قامت القيامه على اسبانيا، قامت القيامه. لما تمشي الوزيره وزير الشؤون الخارجيه الفرنسيه للمغرب، هي مات بعد ما كان فيه انزال وزاري فرنسي في الجزائر، تمشي وزير الشؤون الخارجيه تقول قلم المغرب يدرك جيدا انه يعول على فرنسا، وانه موضوع الحكم الذاتي احنا فرنسا كانت السباقه اليه وتدعمه. شوف يعني اللطمه ماشي صبعه، اللطمه بتبزع عطاهم. سمعت كش ما تحركوا، كش ما احتجوا، كل ما في الامر وش داروا؟ راحوا جابوا درمانه، داروا طياره خاصه، اداوه الجانات وداوه قدامنا وبقاو يدوروا به، كش ما يديو من عند حويجه ما داو والو. هذا هو أستاذ هشام، قلت يعني الدبلوماسية الجزائرية اللي قد استعدت مكانتها. أستاذ هشام قلت أن الجزائر معزولة، ربما تبحث عن حليف لها دبلوماسي، وأمامها فرنسا اليوم بهذا التقارب وهذا الانبطاح كما أسميته، لكن الجزائر هي اليوم ليست واقفة مكتوفة الأيدي، فالأمس كانت تستقبل وزيرة الحكومة الإيطالية، رئيسة الوزراء الإيطالية، يعني هناك بدائل أخرى كحلفاء دبلوماسيين. لا، إيطاليا تنظر إلى الجزائر كبقرة حلوب عندها الغاز، وإيطاليا ستستفيد لأنها ستصبح هي خزان أوروبا للغاز، والجزائر إلا أنها تمدها بالغاز وتكتفي بهذا الدور. في إيطاليا ما هيش راح توقف إلى جانب الجزائر في أي موقف وفي أي منتدى دولي وفي أي محفل دولي هذا. وفرنسا حتى مهما فعلت العصابة، مهما فعلت فرنسا لن ترضى على العصابة، لن ترضى على العصابة، لأن العصابة هذه تنتهك حقوق الإنسان يوميا، تنتهك الحريات الفردية يوميا، هذه العصابة تستبد في الجزائر ضد الشعب الجزائري. فرنسا كل ما في الأمر وش راه يدير، لما يتقربوا منها ما ترفضهمش، تقول بون علي، لأنه بالنسبة لهم التعامل مع عصابة ده ناس عليك، نقولها يعني ماشي نسب فيهم، ناس عرايه بالجزائريه نقولوا عرايه دي فوايو، مانيش نسب فيهم، راني نوصف فيهم، لانه هاد الناس ما عندهم قوانين، ما يحترموا قوانين، ما يحترموا اصول، ما يحترموا مبادئ، ونجيب القائمه كامله تاع اختراق انتهاك القوانين وانتهاك الحريات وعدم احترام ابسط المبادئ، هادو تاع ناس عرايه، تصرفاتهم يوميا سواء في المحافل الرياضية، سواء في المحافل السياسية، سواء في داخل الجزائر مع الشعب الجزائري، تصرفات ناس لا يحترمون القانون، ومن لا يحترم القانون هذا خارج القانون ويتسمى فويو، عريان كما نقولوا بالجزائرية.
أستاذ هشام، زيارة شنقريحة اليوم إلى فرنسا هي زيارة غير محددة المدة، هي زيارة يعني لم تخرج عنها تفاصيل كثيرة. هل تظن أن هذه الزيارة قد تتضمن أجندتها النقاش حول العلاقات المغربية الجزائرية، خاصة وأن شنقريحة يعتبر أو يصف المغرب بالعدو الكلاسيكي؟ أنا لما كنت عسكري سمعتي، أنا دربت في مدرسة تكوين ضباط في البليدة، ودربت في الأكاديمية العسكرية لشرشان، ولما كنا ندربوا العدو كانت فرنسا، ما كناش نعطوا المغرب عدو، العدو كان فرنسا، وكل اللي دربوا سواء ضباط احتياط أو ضباط عاملين يعرفوا هذا الشيء. اليوم تغيرت الآية، ولات فرنسا اللي دمرت وقتلت واستعمرت قرن و38 سنة وذبحت، ويذكر تبون يقول لك أنه قبيلة كاملة تاع الزحاشة أبيدت، ما بقاش فيها رضيع واحد. واليوم رئيس صديقة ومسهم ويمدخلوا الماكرون يضرب له قموشة در وقموشة أغوش عادلة. واللي كان البارح محتضن الثورة الجزائرية وكان فاتح أبوابه وفاتح أراضيه ويدافع عن الجزائر في المحافل الدوليه وفي مجلس الامم المتحده، اليوم صار عدو. هذا منطق تاع العائله تاع البويبويت، هذا هو اللي يقول لك هذا من عيا. دونك تقول لي باش يحاول يجلب فرنسا باش تقف الى جانب الجزائر في نزاع مفتعل، سمعت نزاع مفتعل مع فرنسا؟ ماكرون ماهوش غربي والفرنسيين ماهمش اغبياء، الفرنسيين ما يقدروش يتخلاو عن دوله ويوقفوا مع عصابه. المغرب دولة بمؤسساته، الجزائر دولتها انهارت تحت ضربات هذه العصابة تاع العراية. عمره ولا يفكر لا ماكرون ولا أي فرنسي من السلطة الفرنسية أنه يتحالف مع عصابة قادرة تنقلب بين يوم من عشية وضحاها. إذا الموضوع إذا كان يفكروا باش يجلبوا موقف فرنسي يكون مؤيد للجزائر، الجزائر العصابة ماشي الجزائر ديالنا، فهموا مليح لابد من التمييز بين الجزائر تاع الشعب وجزائر العصابة اللي راهي تسرق وتنهب وتقتل وتدمر في الشعب الجزائري. إذا كان يفكر باش ياخذ موقف تأييد من فرنسا يقدر ينوم سنوات وسنوات، هذا عمره ما يحصل، هذا عمره ما يحصل. يشعلوا صباعتهم الشمع، نعم يشعلوا صباعتهم الشمع ولا فرنسا تعطيهم ربع موقف تأييد لهم، لأنه ولا بلد في العالم مقتنع بأطروحات الجزائر. جاهم جون كيري قالوا واش؟ قالوا له ضربونا في 63، ضرب 63 راه وعدو، واللي ضربك ماشي في 63 في 7 أيام، ضربك قرن في 32 سنة ماهوش عدو صاحبك ياك. مع أي دولة يمكن نقول له لا مش على جال بوليزاريو، على جال بوليزاريو اللي ما حكايته انتهت، ويزال انتهت لأنه المعنيين بالشيء اللي طالب فيه العصابة هو استفتاء حول حق تقرير المصير، انتهى لأنه هذا الاستفتاء مفتوح فقط ل 74 ألف صحراوي من سكان الصحراء في سنة 95. اتصور كان ذاك الوقت العدد اللي معنيين 74 ألف، 74 ألف لو ناخذ منتصف نقولوا كلهم كانوا عندهم 20 سنة، كلهم كانوا عندهم كان عندهم 50 و60 و75 سنة، لا كانوا كلهم 20 سنة، شحال في عمرهم؟ 74 سنة، شحال من واحد عاش وشحال من واحد مات وشحال مات؟ يا ربي يبقوا 1000 إلى 2000. دونك حكاية حق تقرير المصير، استفتاحهم تقرير المصير، هذه كذبة من أكاذيب العصابة الحاكمة في الجزائر، ولو كانت العصابة صادقة مع نفسها كانت قبل كل شيء. نعم شكرا لك الأستاذ. تفضل لو كان سألت نفسها كانت تعطي الحق للشعب الجزائري في تقرير مصيره، لأن يعني الشعب الجزائري محروم من تقرير المصير، الشعب الجزائري لا يحق له انتخاب رئيس جمهورية بكل ديمقراطية، لا يحق له انتخاب برلمان، لا يحق له انتخاب مجالس محلية، كلهم دخلت فيهم العسكر وكل شيء مصور. حق تقرير المصير نتكلم عليه دابور الجزائريين، من ما نتكلم عليه الحفنة.